اسمي مصطفى فاضل مرزوق السركي، ومشهور في الوسط الرياضي بمصطفى بوسي. المجال الرياضي كله ما يعرفش الا مصطفى بوسي. حتى لما كنت جيت لعبت وكبرت شويه، فبدأ الجرايد تكتب مصطفى فاضل بين قوسين بوسي. اسم الشهرة اصل ليها ذكرى تانية خالص، لان انا لما كنت لسه صغير كان بتبقى على طول كنت شايل قطه على انزل الشارع بالقطه، اقف في البلكونه بالقطه، اقف في الشباك بالقطه، فسموني من المنبع من ساعه ما كنت في الحته نفسها مصطفى بوسي. فبدأت طلعت حته بوسي دي فاتشهرت بيها. دخلت نادي اهلي سنه 1960، كان لسه عندي 10 سنين. قبليها كنت في ابتدائي كنت بطل العاب قوه، وفي بلعب طايره فرقه الطايره، وبلعب سله. النشأه الاساسيه كانت نادي السيده. نادي السيده ده كان قريب للبيت على طول، ما فيش يعني نقول 20 متر. بياخد اهل الشارع واهل الحي، وهو عندهم 3 سنين. فانا مولود يعتبر في نادي السيد. لعبت جميع الالعاب، طايره وسله ويد والعاب هاديه، كل الالعاب اتعلمتها من نادي السيد. دخلت ابتدائي، المدرسه الابتدائي كانت قريبه للبيت برضه، ما فيش 20 خطوه. وانا داخل رياضي من نادي السيد، كنت بلعب في المدرسه كل الالعاب. من نشأتي في كل الالعاب دي لقيت النادي الاهلي. كان ابن عمي هنا كان طيار الله يرحمه، ولعيب في النادي الاهلي كره يد، فجابني. فلما جيت هنا النادي الاهلي كان استعدادي يعني مؤهل وجاهز للعب على طول. فلما لعبت في النادي الاهلي لعبت ناشئين سنه، وبعدين كان في لعيبه اكتر احسن مني. فجي كان الكابتن مصطفى رجب جه عايز هيعمل فرق كرة يد في نادي القاهرة، فخدني من ضمنيهم. فكنت بلعب ناشئين وشباب ودرجة أولى مع الكابتن مصطفى وأنا سن صغير. فجينا لعبنا النادي الأهلي هنا شباب، فكنت طبعا الحمد لله كنت مستواي عالي جدا. فجي كان الباشمهندس كمال بخيت كان هو سكرتير اللعب، فقال له يا مصطفى يا رجب بوسي يرجع النادي الاهلي. قال له ده هو اللي بيلعب لي شباب واشبال وناشئين ويعني وبيخش في الدرجه الاولى. قال له مصطفى بوسي يرجع. فقال له ما اقدرش. قال له طب بقول لك حاجه، انت ترجع ومصطفى بوسي يرجع. ومن سنتها ما بقاش في هاندبول في نادي القاهرة، واتقفلت قصة الهاندبول في نادي القاهرة، ورجعت النادي الأهلي بيتي طبعا الحمد لله. وكنت بلعب برضو شباب ودرجة أولى. الإدارة كان فيه الباشمهندس شريف عثمان واللواء هاني عبد العال، وجي اللواء فتح الصاوي، كان دول المسكين الإداريين اللي موجودين في كرة اليد. طبعا احنا كنا تحت رعاية الفريق عبد المصري كامل مرتجي وكمال بخيت، وكل الرعاية والاهتمام والحب انا لقيته في النادي الاهلي من الاداره ومن زمايلي اللي هم اساسا شجعوني من وانا صغير. يعني حتى لما جيت كبرت لعبت طبعا مع الكابتن محمود السمان الله يرحمه، من احسن لعيبه مصر، ولعبت مع فطاح كره اليد وانا لسه سن صغير يعني. وبعدين جه بعد كده طبعا جوكر كره اليد في النادي الاهلي وفي مصر كلها وحتى بره، يعني يعتبر الدكتور طلعت شتا، ولعبت مع الدكتور حسن مصطفى والكابتن مصطفى عبد الرحمن واخويا برضو الكابتن سيد عبد العال والله يرحمه موسى عباس. كنا فرقه يعني الحمد لله. واحنا ناشئين كان معانا الباشمهندس هشام سعيد، وكان معانا عبد الحميد الدمرداش، وكان احمد دنيا، وكنا خدنا واحنا ناشئين وشباب بطولات الجمهوريه وبطولات الاشبال. يعني كنا فرقه متكامله، وكان التعامل بيننا اسره.
كنا كلنا أسرة واحدة، ما فيش ما بين عضو رياضي أو العضو العامل فرق خالص. فدي كانت الروح اللي مخليانا إن إحنا إزاي النادي الأهلي ده إن هو مش عظيمه بس، ده هو بيتنا وعيلتنا وننتمي لبيت ما شفتش زيه في لا في مصر ولا في العالم. من جبابرة كرة اليد كان ناشئين نادي الجزيرة، وخدنا بطولة الجمهورية وخدنا بطولة الدوري برضو من واحنا كبار في الدرجة الأولى. والمنتخب طبعا لما دخلت المنتخب يعني لقيت رعاية، وفي حياتي أساسا لقيت رعاية جامدة جدا جدا واهتمام بيه. يعني كان الدكتور حسن، الدكتور مصطفى، الدكتور طلعت شتا كان بياخدني وأنا في معهد متوسط ألعب مع يعني ألعب معاهم واحدة المعسكرات اللي هي أساسا للمعاهد العليا عشان خاطر يرفع من مستواي أكثر، ودي أثرت معايا. الدكتور حسن مصطفى هو يعتبر يعني من الأول قائد لأنه كان رئيس اتحاد الطلب، فلما جه حتى بعد كده مدرب ولعبنا مع بعض، وبعد كده مسك الاتحاد حط لائحة لحد الآن ماشيين عليها، ودي من اللوائح الأساسية اللي هي مخلية اتحاد كرة اليد أساسا من أحسن اتحادات الكرة في مصر تنظيميا. وكل العاملين من سنين للدكتور فضالي كلهم بيشتغلوا بروح طيبة بدون أي أطماع شخصية إلى الآن، علشان كده يعني ربنا موفقنا والاتحاد موفقه إن إحنا محققين بطولات خارجية ممتازة. أنا حياتي كلها عامه كلها رياضة، يعني أنا خلصت إعدادي، وبعد ما خلصت إعدادي فالأسرة نفسها بدأت تفكر أنا هخش إيه، لأن برضو كان اهتمامي أنا شخصي بالرياضة، كنت بلعب رياضة على طول، فالمجموع ما كانش كبير، فكانت أختي كبيرة الله يرحمها زميلتها كانت بتلعب كرة طايرة في نادي الزمالك، فبتتكلم معاها فقالت لها ده في معهد متوسط، لأن أنا كنت أخش تجارة، قالت لها ده في معهد متوسط تربية رياضية في حلوان، طب ما يقدم فيه، وقدمت وربنا وفقني ودخلت 5 سنين في معهد متوسط، وبعد كده بنكمل عالي، بنجيب اللي بيجيب المجموع فوق 70% بيكمل عالي معهد عالي التربية الرياضية، فالحمد لله جبت 74 وكملت عالي، قعدت 3 سنين لأن احنا كنا بنخش من سنة ثانية. الحياة اللي أنا عشتها في الرياضة دي كلها ومارستها في الرياضة كلها، بعد التخرج بدأت بقى أفكر إن أنا أكون أسرة، فاعتزلت بدري وسافرت ورحت السعودية، اشتغلت برضو يعني من حسن حظي إن أنا اشتغلت يعني زي ما لعبت أنا مع فطاحل كرة اليد وتعاملت مع أكبر مسؤولين في النادي الأهلي بالعلاقات الشخصية اللي هم عرفوني حتى بيها الحمد لله، مع أن أنا لما رحت السعودية برضو الفطاحل كان أمين بشعير كان مدير عام النادي الأهلي، يعني كان كبير مركز وقيمة وقامة وكل حاجة، لأن إحنا فتعلمت منه، تعلمت مع المدربين فطاحل كابتن عبد المنعم وهب الله يرحمه والاستاذ علي دفاعي وزمايلي كلهم، لان احنا اتعاملنا في الحرس الوطني، فكان منتخبات مصر كلها لعيبه مصر كلها بتوع كور والطير والهاند بول كل دول موجودين، فبنينا تعاملنا برضو كاسره، فدي كانت يعني حاجه مش قادر اقول لك. مع الأندية برضو لما تعملت كنت مدير فني في الأندية اللي أنا اشتغلت فيها نادي النصر والنادي الهلال نادي الشباب اتعملت فيها، فكانت الحياة بالنسبة لي سهلة اللي هي اللي احنا أساسا اتربيت بيها في البيت واتربيت بيها في النادي، روح التعاون اللي كان موجودة دي هي دي روح التعاون اللي أنا ماشي بيها لحد يومنا هذا، الصراحة والوضوح
في المعاملة. فدي حاجة من الحاجات الأساسية اللي تعلمتها من القيادات اللي أنا تعاملت بيها واللي أنا طلعت بيها من بيتي وتربيت بيها من بيتي. هو مسيرتي الزواج بدأت يعني من وأنا لعيب طبعا. بنت خالتي المدام كانت لعيبة معانا في الهاندبول ومن عيلة نصير، وجدها بطل أولمبي بتاع رفع الأثقال. لكن هي مش راضية عامة يعني. فقلت خلاص بقى يبقى أنا أعتزل الرياضة وأبدأ إن أنا أسافر عشان أنا أكون نفسي. قاست معايا وربنا رزقني بأحمد في شركة خاصة نيرفانا في الشؤون القانونية بوزارة الشباب، والحمد لله ربنا يديها الصحة ويديهم الصحة وعايشين مبسوطين بما كتبوا ربنا لينا يعني الحمد لله. عيشتنا هنا في النادي اولا يعني لو دخلنا في الحاجات بقى المقاسي والحاجات دي يعني حياتنا هنا في النادي زمان كانت حياة أسرية. لعبت كرة القدم كله، كابتن أنور سلامة على كابتن هاني مصطفى على يعني والأسماء كلها اللي موجودة الفطاحل، كنا كلنا والسباحة وكرة السلة وكرة الطايرة كلنا كنا نجمع ونقعد هنا في جنينة يعني على الساعة 9 نروح ماشيين، حتى الكورة ونأمن ماشيين. ما حسيناش أبدا في يوم من الأيام إن إحنا متفرقين في الفرق، دول سلة ودول طايرة ودول لا لا لا، نخلص تمريننا نيجي. حتى في المباريات كان كل يجي كابتن صالح سليم كان يجي يتفرج، اعضاء مجلس الاداره كانوا يجي يتفرجوا على المباراه عندنا. يوم الجمعه ده مباراه الهاندبول يبقى ده اساسي، مجلس الاداره بيجي، الكابتن صالح سليم يخلص، كان مدير الكوره يخلص ويجي يتفرج على المباراه. كلنا اسره واحده. انا يعني اللي بيحزن الواحد حاليا ان بدات كل الحياه دلوقتي متفرقه. يعني لعيبة السلة فين وفين لما يجي يتفرج على لعيب كرة اليد، كرة اليد فين وفين لما يروح يتفرج على مباراة كرة طايرة، إلا إذا كانوا لاعبين المنتخب فدول يتلاقوا مع بعض. غير كده مفيش اللقاءات اللي موجودة اللي احنا تعايشنا معاها كأسر. أسر. فدي اللي الواحد اتربى عليها. الحاجات اللي بتأثر في الواحد الـ يعني مش عايز اقول الانانيه، لا انا عايز اقول عدم الوضوح وعدم الصراحه اللي هي موجوده واستغلال المواقف. كل الكلام ده لو يتلاشى في الرياضه هنبقى زي ما قلت لما الدكتور حسن مصطفى حط اللايحه الى يومنا هذا مفيش اشكال في كره اليد بيحصل، مفيش خلافات في كره اليد بيحصل، ما فيش تغيير مواعيد مباريات، ما فيش، كل حاجة ماشية سلسة 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 من الاتحاد للأندية للأجهزة الفنية حتى بتاعت المنتخب. يعني حاجة أنا بفتخر إن كرة اليد من النادي الأهلي أساسا إلى يومنا هذا في النادي الأهلي برضه. الرياضة زمان مش هنقول احنا كنا بنصرف عليها، لا، لان احنا كنا طلبه ما نقول ايه، ولكن كنا بنشتاق ان احنا نبقى في اي فرقه عشان ناخد تيشيرت نلبس بنطلون يبقى معانا شوز وننزل. لما حسينا ان كل الكلام ده بانتمائي للنادي الاهلي والبس شورت شنيله النادي الاهلي وشورت النادي الاهلي وجزمه النادي الاهلي واخش والجمهور ده كله بيتكلم، أنا بترج. ده النادي الأهلي ده كيان كبير ما حدش بيحس بيه إلا اللي اتربى فيه، اللي شم ريحة الهوا بتاعه بكراسيه بمبانيه بقعدته كل حاجة. هو ده الانتماء، هو ده الحب، هو ده الإخلاص. ما كناش بناخد فلوس يعني. يوم لما قالوا هنديكوا انتقالات ها وصلت 5 جنيه، وكنا بنقول حاجة جميلة. لكن لما دخلت المادية بدأت حاجات الفردية،
بدأت الأطماع، يعني لأن حتة الماديات الملايين اللي دخلت دي كان ليها، ده حسب رأيي، ليها تباعد في، مش هقول لك رفع مستوى الرياضة، بقى التباعد بين الأفراد الفريق نفسه. فأدام التباعد بين الأفراد الفريق نفسه يبقى أنت مش هتلاقي رياضة، مش هتلاقي تيم كامل متكامل بيقدر ان هو بيصمد عشان خاطر ان هو ينتمي لفرقته او ينتمي لمصرنا الحبيبه. لا لا، الماده طغت وبقت بطريقه الكل بيصعب عليه. انت بتاخد لازم تدي، لازم تتحاسب. احنا كان عندنا مدرب كره قدم ومدربين زمان بتوعنا، مدرب هدوكوتي، واحنا كان مدربيننا زمان كانوا بياخدوا ايه؟ ما يعني حاجات 2 جنيه كان المرتب بتاع المدرب زمان، كان بياخد 2 جنيه ولكن كان بيقعد في الملعب ال 24 ساعة. وانا لاعب ناشئ كان الكابتن يجي يقول لي تعالى تمرين فردي او بعد التمرين تمرين فردي، هدوكوتي نفس الطريقة نفس الطريقة. كان يجيب الكابتن الخطيب ويجيب الكباتن كلهم ويحطهم وتمرين فردي، شوت مره باصر، هو التمرين الفردي هو اللي بيعمل اللعيب، لكن التدريب الجماعي ما بيخلقش لعيب موهوب، ما بيخلقش لعيب ذو مهاره عاليه. ان اللعيبه المحظوظه، لان فطره اللعب بتاعتي، يعني الحمد لله انا كنت بمتاز بالسرعه، بمتاز بالمرونه، بمتاز بالرشاقه، بمتاز بسرعه رد الفعل. فالحاجات دي كلها اللي انا اللي اتعلمتها من صغري وكبرت معايا بتركيز، فدي ساعدتني على الارتقاء بمستوى المهاري بتاعي. فدي خلت الايه ان انا يعني اغلب، مثلا اغلب، انا كنت بلعب وينج، 99 من اهدافي كانت كلها لوب او انفراد عشان السرعه بتاعتي. فكنت ببقى داخل وانا بجيب الهدف بمتع، يعني عايز امتع نفسي ومتع الجمهور اللي كان في المدرج، ان ازاي ان انا داخل عشان خاطر اخلي حارس المرمى ده يبقى قاعد يتنطط مش عارف احط الهدف فين، هلعبها له فين، احطها له فين، لان انا عندي حته ان انا امشي في الهواء وكنت اقف في الهواء. فكان عندي حته التركيز. 99% اهدافي كلها لوب، مش كنتش بعتمد على القوه خالص، وانفراد برضو بقف في الهواء عشان خاطر اعرف الحارس هيروح فين، هوديه انا فين واجيبه فين. فطاحل الصحافه، فطاحل الصحافه، استاذ نجيب المسكاوي، استاذ عباس لبيب، استاذ عبد المجيد نعمان، كانوا دول لما يكتبوا اي حرف على اي لعيب دستور، مش هيجاملوا حد، ما كانش فيه مجامله. لعيب كويس هو لعيب كويس يتكتب عنده. انا اول مره نزلت لي صوره من اللعب اللي انا كنت، يعني اللي كان الجمهور كان بيحبه مني وكان بيطلبه مني، ازاي ان انا حارس المرمى ده احطه فين، او انيمه ازاي، او العبه ازاي، او اللعيب مثلا اعمل معاه في الفوت ورك الخداع والحاجات دي كلها. اول ما نزلت صوره ليا طبعا انا كنت في كامل سعادتي، ما نزلتش صور شخصيه لكن نزلت صور ليا وانا بلعب، مجله الماني، صوره الغلاف بتاعتي عليها وانا بلعب، برضو الدوره الافريقيه في ليجوس نزلت لي برضو صوره ليها، الجرايد المصريه الحمد لله برضو كان ليا نزلت فيها صوره. الاحساس بقى بالجمال، الاسره عندي يا يعني حاجه كانت كبيره، علما ان كان عندي عم عثمان السركي كان لعيب كره قدم هنا، وكان من هيبقى من احرف لعيبه مصر،
من جيل طبعا الكابتن طارق سليم والكابتن صالح سليم وكده، ولكن جت الظروف ان جات له كوره في عينه فصلت له الشبكيه، فدي اثرت معاه طبعا ان هو الشغل. فده كان من مثل الاعلى بالنسبه لي، وحاولت ان انا لازم يبقى مستوايا يعلى. والدي الله يرحمه من النوع اللي ما كانش يكلم خالص، بس كان يقول لي لحظات كده يعني بسيط. لما وريت له صورتي في الجرايد يعني مش قادر اقول لك في كامل سعادته، والدتي اخواتي الحي نفسه كلهم، مش قادر اقول لك الانبساط والانبهار ان انا موجود في وسط الحاره والشارع والحي اللي انا مولود فيه فوق الخيال. الشهره اللي كانت موجوده في الجرايد اللي موجوده كانت يعني جت في فتره اتحادات الطلبه، لما كملت جيت اتحاد الطلبه وهخش ترشيحات اتحاد الطلبه، وكان كابتن هاني مصطفى موجود، وانا كل المعاهد الرياضيه كانت هتديني وهنجح واخش اتحاد الطلبه. وكان طبعا الدكتور طلعت شتا كان مدعمني وكل حاجه كانت ماشيه. فروحت لوالدي كلمت وقلت له، قلت له الوضع كذا 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 وانا اخش وابقى مشهور زي ما مشهور في الرياضه برضه هبقى في اتحاد الطلبه ومعروف ومسؤولين ومسؤولي الدوله وبتاع. فكلمني كلمه صغيره قال لي انت ادام ماشي في الرياضه ما تشتتش نفسك في حاجه تانية، لان انت لو شتتت نفسك في حاجه تانية الوضع الرياضي اللي انت فيه هيقل. فخليه ادام الناس بتتكلم عليك كويس وجرايد وكرايب بتنزل لك صور وبتتكلم عليك والمسؤولين خلاص. فرحت متجي زي ما هو قال لي، لدرجه من المواقف اللي حصلت لي وانا كنت في ثانويه عامه يعتبر ثالثه ثانوي في معهد متوسط. جات لي سنه 67 جالي الاحتراف في الكويت، وكان مبلغ كويس، كنت هاخد في 67 كنت هاخد 150 جنيه واسافر خميس اتمرن والعب مباراه جمعه واجي، فمش هتاثر لا في الدراسه ولا اخر. فانا قلت لهم افكر واجيلكوا تاني يوم. فقعدت فكرت فلقيت نفسي ان انا سني صغير، طب وبعدين الفلوس؟ ما انا هاخد فلوس، ممكن انسى الوعد اللي انا اديته لوالدي ان انا لازم اكمل عالي واخواتي ان انا اكمل عالي. قلت لا، فما اروحش للاحتراف، وقعدت وقعدت في مصر وكملت في مصر يعني. ف وجت بعد كده جيت سافرت بره. من الانجازات في ممارستي للرياضه عامه الحمد لله والشكر لله، احنا كنا بنطلع دورات اسكندريه وفي دورات الرمضانيه الحمد لله والشكر لله من صغري، يا اما اخد احسن لاعب يا اما اخد الهداف، دي اذا كانت الدورات اللي بتتعمل في مصر. اذا كانت حياتي بالنسبه للاتحاد فانا الحمد لله خدت موسمين احسن لاعب في مصر، موسم 69 70 و70 71 احسن لاعب في مصر. خدت الخامس في ترتيب اختيارات جريده الجمهوريه اللي انا خدت السنه فيها اللي هي خدت فيها احسن لاعب، وحتى كان في جريده النادي الاهلي زمان ملخص النادي الاهلي زمان بالسنين بتاعته اللي فيها السباحه والسكواش وكل الالعاب كلها بالنتائج بتاعتها اللي موجوده ليا حته فيها. الدكتور طلعت شتا كان الاول وانا كنت الخامس، فكنت واخد احسن لاعب في السنه دي. في سنه 73 بعد الحرب تم اختياري في النادي الاهلي اللاعب المثالي قبل الحرب، وهيبقى في الاحتفال بتاعها بعد الحرب، لكن لسه ما نعرفش الحرب هتطلع. فكان ايامها السكرتير اللعبه كان اللواء فتحي الصاوي، فالدكتور اللواء فتحي الصاوي جالي
قال لي يا بوسي الكابتن خليل زكي لسه جاي من الحرب، فممكن ان احنا نديله اللاعب المثالي للنادي الاهلي يعني بدالك؟ قلت له اديله كل اللي هو عايزه. الجايزة كانت قضوية شرفية مدى الحياة. قلت له اديها الكابتن خليل من لان احنا كلنا كنا مع بعض واسرة واحدة وبنحب بعض. فلما ياخد الجواز ياخد الجايزة. ما كناش نقول للبعض لا. كل على طول بنحب بعض. الحمد لله برضو بره يعني عملت الانجازات، لان انا تخصصي بالنسبه للعب او متعتي في تدريب الناشئين، متعتي لا درجه اولى ولا بتاع، ما احب الناشئين. اطلع ازاي الناشئ؟ واتعرض عليا في النادي الاهلي قبل كده، لكن يعني يعتبر ان انا يعني قلت ايه، خليني في الناشئين بلاش الدرجه الاولى، وكانت يعني طبيعي انا كنت في عمان. فكان الوزير باشمهندس حسن صقر، فكنت بنزل ازوره كل سنه، وانا كنت اساسا كنت مدرب في مدرسه الموهوبين سنه 97 98 و99. فكنا هو بقى وزير الشباب والرياضه، فبنزل ازوره كل سنه. من ضمن الزيارات فعرض عليا ان انا اشتغل معاه. ما قاليش هتشتغل فين؟ عرض عليا اشتغل معاه، قلت له اشتغل. قال لي طب روح خلص وايه؟ وتعالى. وكانت ساعتها يعني الظروف الصحيه بتاعت المدام تعبانه شويه. رحت سايب عمان ورحت جاي ماسك مدرسه، جيت لمصر فقابلته فقال لي روح امسك مدرسه المهوبين. انا فاهم انه انا همسك مشروع من ضمن المشاريع، فقال لي روح امسك مدرسه الموهوبين. مسكت مدرسه الموهوبين، ودي كانت من اجمل فترات حياتي. حطينا نظم وحطينا اللوائح بالالعاب اللي موجوده، واجتماعات دوريه مع رؤساء الاتحادات كل شهر والمدربين وضع خططهم مع الدراسة والداخلية والتدريب، واجتماعات دورية مع اللجنة الفنية كل أسبوع، اللي فيها كان الدكتور محمد فتحي والدكتور مصطفى كاظم والدكتور مصطفى الزان، كل أسبوع نجتمع مع المدربين ونشوف وصلنا للنتائج لإيه. وحطينا إن فعلا نظام إن اللي يخش سنة أولى قدامه 3 سنين إعداد مهاري، وبعد كده يخش في تركيز للإعداد المهاري، وبعد كده يخش مباريات. دخل في جو مباريات يبقى لازم دخل المنتخب، ما دخلش المنتخب بيبقى يتم استبعاده. اللي عندهم الاستعداد المهاري حسب الاختيارات الموجودة بالاختبارات اللي موجودة، إن اللعيب ممكن السنين اللي بعدها يخش المنتخب بيكمل في الدراسة. وفعلا كانت الفترة 3 سنين دي كانت تلتين المدرسة كلهم منتخب ناشئين الألعاب، رفع الأثقال، ومن ضمن رفع الأثقال اللي هو البطل الأولمبي اللي موجود دلوقتي اللي احنا فرحانين بيه، خريج مدرسة الموهوبين، والملاكمة 2 أبطال أولمبي موجودين، والمصارعة برضو، وكرة القدم. كرة القدم دي كانت حكاية ومن زمان، يعني لما اتخرج منها كابتن محمود الخطيب وعبد العزيز كابتن عبد العزيز الشافي وكابتن مصطفى عبده ولعيبة مصر كانت بتطلع نجوم وفي كل الألعاب إلى أن لحد من سنتين. بعد سنتين طبعا اتقفلت. فانا كنت قابلت الوزير يعني ربنا يوفقه الدكتور اشرف، وقلت له ان هو ترجع المدرسه لما ترجع حسب النظام الاوروبي
اللي هو موجود الطالب لما يخش. هو كان الطالب موجود وكان اهتمام موجود وكان فعلا يعني دراسيا كان بتبقى انت كان جيت السبورة الذكية. السبورة الذكية طلبت من الباشمهندس حسن 6 سبورات ذكية اتجدت للحال. معسكرات داخلية، كنا هنعمل معسكرات خارجية، دخلنا الاستثمار، بقت كل الهيئات بتاخد من اللعيب. فأتمنى أن الوزير يرجعها على النظام الأوروبي اللي هم اللعيب زي بالظبط كده المنح الدراسية اللي بتطلع بره، يعني بيطلع بره بيطلع بيخش بيكمل الدراسة بتاعته وموجودة وبيبقى ليه الدروس الخاصة بيه مع تفوقه الرياضي. نتمنى دي أن هي ترجع المدرسة تاني، ونتمنى الرونق بتاعها والنجاحات اللي هي كانت بتعملها ترجع تاني. كان زمان النادي الأهلي يعني ما كان الله يرحمه كان حسين بس هو اللي بيصور، وكانت المجلة يمكن يعني موجودة معايا تعتبر صفحتين ثلاثة، وكان نزلت بعد كده المجلة. لكن لو لقينا التطور الموجود لا مختلف طبعا، يعني فين دلوقتي ان كاميرا النادي الاهلي بتنتقل لكل الملاعب؟ فين كاميرا النادي الاهلي ان هي بتقابل كل لعيب؟ فين كاميرا النادي الاهلي دلوقتي اللي هي مع الاعضاء؟ ده حاجه جميله بامانه، وجهاز انا يعني جهاز انا بشوفه بنشرح، بشوف اجهزه تانية في كل القنوات، لكن انا بعتز بالجهاز بتاعنا بتاع الاعلام بتاع النادي الاهلي لانه فاهم وعارف ان هو متعايش فين، وبيدي رساله مش للنادي الاهلي بس، لكن بيدي رساله باخلاص وتفاني وبحب لكل لعيبه مصر. وانا فخور ان النادي الاهلي يعني رشحني ان انا امسك أكاديمية النادي الأهلي لكرة اليد، وربنا يوفقني ويوفق زملائي في أكاديمية مدينة نصر ويوفق زملائي في أكاديمية الشيخ زايد، ونعمل إن شاء الله نتائج كويسة بالقيادة اللي موجودة والإعلام الهايل، وإن شاء الله نبقى كلنا فخورين بالكيان اللي احنا يعني تعايشنا فيه من سنة 60 إلى يومنا هذا لحد ما ربنا يفتكرنا.